أو سيظهر الآن على الشاشة حول فوز المرشح الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئاسة الفرنسية. إبراهيم المرعي، إذا بدك تعلق بالفرنسي علم. لا الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير أخي يحيى، أخي نجيب، مشاهدين قناة روتانا. إيمانويل ماكرون 65.1 الرئيس الفرنسي، يعتبر يصنف وسطي، ليس يمينيا ولا يساريا. فيما يخصنا كان له جملة مهمة جدا، أنه لا يرى أن تدخل الدولة الفرنسية أو الجمهورية الفرنسية في مواجهة مع المسلمين على الإطلاق، وأنهم جزء من فرنسا. هذا مؤشر جيد عكس المرشحة لوبين. النقطة الأخرى من ناحية الاقتصادية، يرى بقاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي. لذلك بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو خيار جيد، بالنسبة للعالم العربي والإسلامي هو خيار جيد براغماتي. ولذلك أنا أعتقد أنه سيكون من الجيد للدول العربية والإسلامية التعامل، والخليجية بطبيعة الحال، أنه هناك شخص في الإليزي ممكن التعامل معه في قضايا دولية شائكة، وخصوصا في ظل الظروف الراهنة. أكثر شيء لفت نظري أنا في فوز ماكرون، أنه التحليلات اللي سمعناها عن صعود الشعبوية وصعود العنصرية والتيار الشعبوي يغزو أوروبا، أن هذا لم يكن حقيقيا، وأن البلدان العريقة ذات الثقل والعمق الديمقراطي لا يمكن أنها تضحي بذلك الإرث لوجود ما سمي أنه صعود للصوت العنصري وصوت الشعب. أضيف نقطة مهمة. تفضل. أنا أعتقد أن الشعب الفرنسي أو الشعوب الأوروبية بشكل عام، لكن دعني أتحدث عن الشعب الفرنسي، هم أكثر قدرة على قراءة الواقع السياسي على سبيل المثال من الشعب الأمريكي. هم يقرؤون، يحللون، يستطيعون، لا ينجرفون بسرعة إلى الشعارات الشعبوية العاطفية. نعم. أكثر ما يحرصون عليه بطبيعة الحال هي المسائل الصحية، البرنامج الصحي لهذا المرشح، والبرنامج التعليمي، وفيما يخص الوظائف، ماذا سيؤمن من وظائف للشعب الفرنسي. ومؤخرا أتصور أنه صار في تركيز على ما يمكن تسميته بالسلم الاجتماعي، الحفاظ على السلم الاجتماعي، خاصة في ظل بعض الأحداث الإرهابية اللي شهدتها بعض البلدان الأوروبية اللي لم تعتد على مثل بلا شك، ولم تستطع لوبين أن توظف الأحداث التي حصلت أو الهجمات الإرهابية التي واجهتها فرنسا، فشلت في توظيفها لصالح حملتها الانتخابية. قد تكون حصلت على نقاط، ولكنها فشلت في أن توظفها لتصبح رئيسة بناء على هذه الأحداث. نجيب، أولا شوف الصعود، صعودها كان سريع. مين هذا؟ ماري لوبان. نعم، وهو كان نوع من المقاومة من قبل الكتل الشابة والكتل المتنورة والاتجاهات الليبرالية الأكثر ارتباطا بفكرة العولمة. وبالتالي كانت النخبة السياسية كلها مش قادرة تنافس هذا الخطاب اليميني المتطرف للوبن، فظهر هذا السياسي الجديد. والشعب والتكوينات الأكثر انفتاحا وبالذات الشباب الغير هم اللي تبنوا حملته، وبالتالي أنا أعتقد أنه خرج لإنقاذ فرنسا من اليمين المتطرف، لأنه طبيعة فرنسا طبيعتها ومصالحها. أنا أعتقد رغم أنه لوبن يعني حصلت على أصوات، بس طبيعة فرنسا تتناقض، تركيبتها حتى تركيبتها السكانية، مصالحها داخل أوروبا ومصالحها مع العالم تقتضي فوز يعني ماكرون. طيب. فنقول مبروك. طيب. فرنسا. شكرا جزيلا نجيب غلاب، شكرا إبراهيم المرعي، هذا تعليقنا على هذا العاجل الوارد الآن من فرنسا في حلقة